نعتز بك دائما. اليوم احنا في السعوديه واحنا وياكم واحد كمان في الامارات، نحتفي ونحتفل بذكرى البيعه الخامسه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما اعتبر نفسي الا واحد يعني الا سعودي. صحيح. اماراتي، مثل ما ذكر الامير كلمه الامير خالد الفيصل الشهيره عندما سئل عن بعض الخلاف الاماراتي السعودي، فكان جوابه مختصر مفيد عندما قال انا سعودي اماراتي واماراتي سعودي. انا اليوم اردد نفس الكلمه وابدا بكلمه انا سعودي اماراتي في هذا المكان. انا سعيد طبعا في البدايه دائما بوجودي مع اخواني، اللي اشكرهم دائما سواء الموجودين في الاستوديو او الاخوان اللي خلف الكواليس. هذه لا شك المناسبه العزيزه على قلب كل عربي، كل خليجي وليس فقط سعودي، اللي ذكر البيعة الخامسة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. لا شك أن هذه الخمس سنوات في عمر الزمان هي خمس سنوات، ولكن في عمر الدول وتاريخيا سوف تسجل بسنوات عديدة. لا شك أن عهد الملك سلمان اختصر العديد من السنوات. لا شك أن في دول تحتاج إلى سنوات عديدة لكي تصل إلى منجز الخمس سنوات التي أنجزها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. كان خمس سنوات من الرخاء، من التقدم، من الحزم، من العزم. قد تكون المملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد اللي يبني في داخل المملكة ويبني في خارج المملكة العربية السعودية، يتعرض للكثير من الضغوط، للكثير من الحملات، ومع ذلك يجابها بكل حزم، بكل عزم، ويد البناء لا زالت مستمرة سواء في الداخل أو في الخارج. هذا قدر المملكة العربية السعودية، وهذا هو سلمان الحزم. ولا شك أن مكانة المملكة العربية السعودية أنه يجب أن تكون دائما هي الصدارة. نحن في دول الخليج تحديدا في دول الإمارات دائما ننظر المملكة العربية السعودية على أنها هي الشقيقة الكبرى، وأنها هي الحضن الأكبر لكل العرب. ومتى ما كان توجه الجميع في الوطن العربي، متى ما عرف الجميع حجم المملكة العربية السعودية، لا شك أن هذا فيه خير للجميع، لجميع أبناء العرب. نحن في هذه الأيام أيضا في دولة الإمارات سعداء ونتشرف بمناسبة هذه البيئة الخامسة، أيضا سعداء ومتشرفين بزيارة سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اللي استقبال الكبار في قصر الوطن في أبوظبي، وأيضا استقبال الكبار في قصر زعبيل في دبي، لأنه محمد بن سلمان، لأنها المملكة العربية السعودية. لا شك أن المملكة بإذن الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين ودعم ومساعدة الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة بإذن الله ماضية إلى مستقبل أجمل للشعب السعودي وللعرب. وبإذن الله دائما المملكة العربية في رخاء وفي تقدم وفي تطور. حفظ الله الملك سلمان وحفظ الله المملكة العربية السعودية.